بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة ومدونة تاكرو فيكسر. اليوم لقد قمت بالبحث عن هذه الأداة الجديدة وهي سام فيرم في إصدارها الأخير وهو 3.3. هذا الإصدار والذي تم إضافة العديد من المميزات الرائعة جدا الخاصة بأجهزة شاومي إلى غير ذلك. هذه الأداة فهي مجانية وتدعم العديد من الأجهزة، الهاتف، أجهزة الهاتف، وتمكننا من عمل بعض الإصلاحات على الهواتف بالنسبة لأجهزة سامسونج، هواوي، شاومي إلى آخره من الشركات. إذا كما ترون نحن الآن في الموقع الرسمي الخاص بهذه الأداة. ما عليكم إخوتي سوى الذهاب إلى هذا الموقع ثم الضغط على سام فيرم تولز هنا، وعند تحميل الصفحة ما عليك سوى الهبوط قليلا. إذا كما ترون فهذه هي الإضافات الجديدة بالنسبة للإصدار الأخير. تم إضافة REST FRP Xiaomi SideLoader بالنسبة لهذه الأجهزة الموجودة هنا، ثم Add Bypass Account بالنسبة لهذه الأجهزة كذلك عن طريق SideLoader، ثم إصلاح بعض الأخطاء الموجودة في هذه الهواتف. أما بالنسبة للموديلات المدعومة فهي من بين الموديلات الأخيرة كما ترون هنا، المي ديس إلى آخر، البوكوات إلى آخر من الأجهزة. لقد تم إضافة العديد من الأجهزة إلى الإصدارات القديمة. ما عليك سوى الهبوط هنا يعني وتقوم بعمل تحميل سواء عن طريق الميديا فاير أو الميجا أو درايف جوجل. سوف أختار مثلا ميجا ثم ضغط وننتظر حتى يتم تحميل الأداة إن شاء الله. إذن الآن وبعد تحميل الأداة كما ترون هذا هو المجلد الخاص بها. يقول في المجلد كما ترون فهناك الباسورد وهو 1 2 3 4 5 6 7 إلى 8. نقوم بفتح المجلد ثم نقوم بإخراج هذا السيت اب الخاص بها، يعني نقوم بفك الضغط عليه ثم نضع الباسورد فهو موجود هنا بالاسم، ثم موجود كذلك في هذه الخانة الخاصة بالكومنتات. يعني ما عليكم سوى فك الضغط عن هذه الأداة. نعم، لقد تم فك الضغط هنا. الآن سوف نقوم بالدخول إليها لنرى ما هي المزايا الخاصة بها. دونك دوبل كليك وننتظر. ثم نضغط على ستار من أجل تحميل الداتا الخاصة بهذه الأداة. إنه يقوم هذا البرنامج يقوم بفك الضغط عن هذه الأداة، يقوم بعمل انستال لها في هذا المكان سي سام فيرم. هي كذلك من بين الأدوات الرائعة جدا. كما ترون هنا يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب الخاصة بها وهذا التليجرام الخاص ثم الفيسبوك. نعم، سوف أقوم بالدخول إلى هنا الفيسبوك الخاص بها وهنا التليجرام، قناة التليجرام الخاصة بهذه الأداة، وهنا القناة الخاصة بهم على اليوتيوب. ننتظر حتى يتم عمل انستال لهذه الأداة. من بين الأدوات الرائعة جدا والقوية في فك الـ FRP بالنسبة لأجهزة سامسونج وشاومي هواوي إلى آخره، أجهزة الأمتيكا. سوف نرى بعض المزايا الخاصة بهذه الأداة إن شاء الله. إذن بعد تشطيب الأداة أو انستال سوف نقوم بفتح الأداة
نعم سأضع هذا هنا من أجل يقوم ب إخراج الراكورسي الخاص بعيلة هنا. نعم ها هو الراكورسي، ننتظر حتى يتم الدخول إلى الأداة. إذن كما ترون فهذه هي الأداة المجانية، فهي بها العديد من الأقسام كما ترون هنا، بها قسم السامسونج وقسم الام تي كا والكوالكوم، ثم هنا بي باس اف ار بي، وهنا اندرويد سيرفيس. نبدأ بقسم السامسونج. إذا في قسم السامسونج هناك مينز، وهنا عمليات خاصة بالام تي بي مثل قراءة المعلومات وتشيك لي سيمين لوك إلى آخره، هو ريست فاكتوري سيتين، ثم الروبوت بين ريمود إلى آخره من العمليات. وهناك هنا بالنسبة لبعض الأجهزة في الفاست تول، بالنسبة للفلاش تول عفوا، في المود أو الداون مود يمكن قراءة المعلومات ثم الخروج من الداونلود مود، ثم بعد الفيكس سوفت بريك، ثم هنا يمكننا عفوا قراءة أو عمل فلاش لأجهزة سامسونج عن طريق بطريقة أودين. نعم، ثم هذه المكان الآخر فهو خاص بعمل ريست للاف ار بي بطريقة او عن طريق هاتين الثغرتين، وكذلك ريست بالنسبة للام دي ام. ثم هنا بعض الموديلات المدعومة بالطريقة القديمة، يمكنك عمل ريست للاف ار بي عن طريق هذه الطريقة القديمة والتي تحمل اندرويد من 5 إلى 6، ثم هنا اندرويد من 9 إلى 11 يدعم هذه الأجهزة الموجودة هنا، وكذلك من أندرويد هذه الأجهزة الكوالكوم هي كذلك من 9 إلى 11، فهذه الأجهزة المدعومة هنا. هذه بالنسبة لهذه الخانة فهي خاصة بالأمتيكا، وهذه بالنسبة لكوالكوم. أما هنا بالنسبة للأوبراسيون ADB، هذه العمليات فهي خاصة عن طريق الأدوبي. ثم هنا إصلاح أو عمل تغيير لملف CSC، هنا ملف الشبكة. ثم هنا بالنسبة لأجهزة الأمتيكا فهي تحتوي على 4 خانات، هنا أمتيكا وان كليك يعني تقوم بقراءة المعلومات، أو عمل كما ترون هنا الريست فورمات او الريست للاف ار بي، ثم كما ترون هنا كذلك فورمات بالنسبة لأجهزة اوبو فيفو ريلمي، ثم هنا السيف فورمات الى اخر السيف او فورمات يوزر داتا. كذلك هنا يمكننا عمل الريست للاف ار بي وللمي اكاونت بالنسبة لأجهزة شاومي، هنا عمل الريست لأجهزة الهواوي اي دي هواوي، وهنا الديمو مود تخطي الديمو مود بالنسبة لأجهزة فيفو، ثم بوت لوادر ان لوك بوت لوادر واللوك بوت لوادر، ثم هنا في جي بي تي بارتيسيون تابل يمكنك قراءة معلومات خاصة بالفيرموار الخاص بأجهزة الام تي كا عن طريق هاته. هنا يمكنك مشاهدة جميع الملفات، تقوم بعمل رايت او ايراز، تقوم بمسح بعض البارتيسيون الموجودة في هذا الفيرموار. ثم هنا ادفانسد، به بعض الشركات المدعومة هنا كما ترون، مثلا انفينيكس، وهذه الأجهزة المدعومة هنا. يمكنكم عمل فلاش لهذه الأجهزة، أو يمكنك فورمات اليوزر داتا أو FRP هنا بالنسبة لأجهزة الأمتيكا، وهنا بالنسبة لأجهزة أمتيكا سامسونج، ثم هنا الريست للمي اكاونت بالنسبة لأجهزة شاومي. أما هنا فيمكنك عمل فلاش بالنسبة للأجهزة التي عن طريق الفلاش تولز، يعني بطريقة الفلاش تولز من هنا يمكنك قراءة الداتا الخاصة أو سكاتر الخاصة بالفلاش، ثم عمل فلاش لهذه الأجهزة.
وكذلك بعد العمليات الخاصة بالباك اب والدومب ريستور فول فلاش الى اخره من الخصائص الرائعة جدا. ثم الكوالكوم فهي هنا جنرال وخاصة بهذه الأجهزة المدعومة هنا كما ترون بالنسبة للهواوي. ثم تختار جهاز الهواوي فهي تدعم الكثير من الأجهزة هنا. تختار هنا نوع الذاكرة، ضروري أن تختار نوع الذاكرة هنا، ثم تقوم بهذه العمليات الموجودة هنا. كما كذلك يمكنك قراءة أقسام الفيرموار الموجودة هنا. نعم، إذا وهنا بالنسبة لأجهزة شاومي كذلك الخاصة عن أجهزة شاومي الكوالكوم، يمكنك قراءة المعلومات ثم ويب عمل فورمات لليوزر داتا. وبالنسبة للأجهزة التي رأيناها والمدعومة هنا، جميع هذه الأجهزة التي تم إضافتها في هذه النسخة، فهي يمكنك عمل ريست للمي أكونت ثم للأف آر بي عن طريق سايد الوادر مود الثغرة الأخيرة. نعم، ثم هنا بيباس اف ار بي، هنا بعض العمليات الخاصه بصفه عامه، يمكنك فتح اليوتيوب او فتح الماب بالنسبه للاجهزه القديمه او الثغره القديمه التي كانت بفتح المتصفح وقراءه المعلومات، ثم عمل انستال لبعض التطبيقات من اجل تخطي الاف ار بي. ثم هنا اندرويد سيرفيس، يمكنك قراءة بعض المعلومات الخاصة عن طريق سواء الفاست بوت أو الاد دي بي. هنا تستطيع قراءة المعلومات ريست اف ار بي انيبل عربيك لانجويج، يعني إضافة اللغة العربية، ثم عمل ريست لبعض الأجهزة للوك سكرين أو ريست للمي أكونت لبعض الأجهزة. ثم هنا بالنسبة لهذه الخانة الخاصة كذلك بالاد دي بي، يعني الروبوت نورمال إلى آخره من هذه العمليات التي تساعدنا كثيرا في عمل أو إصلاح الهواتف النقالة. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الشرح، وإلى اللقاء. أتمنى أن تكون هذه الأداة من نعم هي أداة صراحة رائعة جدا، وأتمنى أن تفيدكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.